السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى لكم نهار مبروك يا ربي. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله طريقتي في دير الهامبرغر او الكفته اللي كنديروا في الهامبرغر. كندير الترموله ديالها اللي الكفته، ندير سميت جوج بصلات ديال المقطعين هكذا رقاق، وعندي نصف حبة ديال البابريكا حمراء حتى والفلفل الحلو غير نصف حبة. صراحة أنا كنديرو في جميع الماكلة ديالي كنديرو أكثرية كنديرو في الماكلة حيت هو كيدير واحد المذاق الماكلة زوين. وعندي التومة، جوج دروس ديال التومة، وعندي القزبر، وعندي العطرية، وعندي كمية الكفتة اللي غتحتاجي نتيا على حسب الاشخاص اللي عندك قدر ديروا فيها الهامبرغر. صافي، وعندي المقله راني كنت درت فيها الزيت، راني كنت شعلت عليها النار تمات. دابا غنزيد عليها البصله تطلع مزيان، البصله والبابريكا، غنزيد البابريكا صافي ونخليهم يتقلاو. راني كنت نسيت ما قلت لكم شي حل الملحه، دابا غنزيد عليها شويه ديال الملح. صافي تقلات لي العناصر ديال مزيان البنات، دبلو يعني طاحوا مزيان. غنزيد عليهم الثومه والقزبر والعطريه، انا عندي العطريه مخلطه، غنزيد عليهم غنخليهم واحد 3 دقائق هكذا كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي ونطفي عليهم النار. شوفوا البنات صافي الحشو ديالي او سميتو الترموله ديالي ديال الكفته، شوفوا كيفاش جات. الصراحه كتجي بها الكفته رطبه وكتجي بها بنينه، انا هذه الطريقه اللي كنستعمل دائما في الهامبرغر. صافي نخلطها كامل، نديرها كامله في الكفته باش تنسجم معها العناصر. صافي البنات الكفته ديالي وجدات، دابا غنديرها كويرات وغنقرصها هكذاك دوائر وغنقليهم في الزيت. وعندي الخبز اللي غندير فيه الحشو او الهامبرغر، عندي اصفار بيضه واحده، غنقربو معها شويه ديال الكريمه ديال الخف او الكريمه الاخرون، الكريم ديال الخف، غير جوج ديال هكذاك المعالق كبار. صافي غنخلطو غندهنو كامل الخبز ديالي. الصراحه كيجي بيه الطب، الخبز تيجي وهو الطب، تيجي بنين بهذيك الكريمه اللي تدخل فيه، تيجي بنين، تيجي رطب مع الولاد تعجب ليهم الخبز الرطب طاير الطبو. يمكن لك ديري الخبز ديال الدار، ديريه الخبز ديال الهامبرغر ديال الدار، انا كنشري هكذا جاهز ورخيص، تيبقى مرخيص. كنشري 12 د الحبات من السوبر ماركت، كاين في اي سوبر ماركت 12 الحبات بالاورو، هذيك الصاشيه صراحه كباري ماشي صغاري. شوف هذه الصاشيه كتباع هكذا كمبلعه وفيها 12 الحبه. كاينين اللي كيتباعوا طريين يلا خرجوهم عاد من الفران ب 50 سنت الحبه، انا كنشري هادو وكنعاود لهم الطياب
طابون ستيفا وبقيتي بعاود ستيفا الثاني. صافي نكمل هكذا سميتو الدهين ديال الزيتوش لاشطو. ونجيب سميتو الحبة السوداء نديرو من الفوق هكذا هكذا. هذا اختياري، بغيتي ديري جنجلان او ديري هذوك الحبوب الصغارين اللي كيمشيو على الخبز او ديري الزريعة، هذا اختياري. صافي ندخلهم الفرن. شوفوا البنات الهامبورغ ديالي صافي جبتو هكذاك ودرت فيه الشلاضة او الخس والمطيشة والبصلة، يمكن تديري حتى الجبن او هذاك الكاس المربع. انا ولادي ما تياكلوش حتى راجلي، ودرت هكذا غير هكذا وصافي وصافي. هذه الطريقة اللي يمكن لك ديري في التبصير. وانا ملي كملت جا عندي راجلي قال لي واش كملتي صافي، قال لي جمعي هذاك الشيء اللي درتي يلا ناكلو على برا. وخرجنا جمعت هذاك الشيء دغيا 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 اللي غناكلو على برا صافي. وخرجنا على الطبيعه، شوفوا الطبيعه زوينه والجو زوين الصراحه والشميشه زوينه هاد الايام، الجو زوين. قنطنا بزاف في الدار والعيال قنطوا في الدار. هنا في هولندا مسموح بنادم يخرج، يعني غير تخلي اتساع بين بنادم وصافي، مترو ونص تخلي اتساع. الصراحة تيحتارمو القانون، تيحتارمو الاتساع باش بنادم ما تيجيش حداك الا مشيتي عاود الحانوت او السوبرماركت. بنادم مترو ونص بين بنادم وبنادم. يو خرجنا شوفوا الطبيعة زوينة والماء زوين، هذاك ماشي بحر، هذاك غير واد كبير وتمشاو فيه حتى البواطا. البطويات الصغار تيتمشاو فيه. صافي البنات جلسنا لقينا البلاصة، صراحة هذيك البلاصة اللي لقيناها زوينة وخاوية ما فيهاش بزاف ديال الناس. حتى حليت الصاط السكا اللي جبت معايا وصافي ودرت جبتي الهامبورخر اللي شوفوا كيفاش تيجي الهامبورخر، يجي زوين الصراحة. مشى كامل الزيتون والفلفل، جبت معايا حتى الفلفل، راجلي كيحماق على الفلفل ولا فلفل الحار. حتى قطعت الكمكمر واخوكم والكورنيشو قطعتو درت في البواطا وجبتو والخضرة اللي عندك في الدار. جيبي كلشي كيتكل برا، كلشي الا خرجتي كلشي تيتكل على برا. ايوا جلسنا على الما هكذا وتفوجنا الصراحة، تفوجنا. شوفوا الناس نصارى كاملين جالسين وشوفوا دوك كيجيو حتى من المانيا كيتصاراو تماك بزاف، جاو من لوكسمبورغ، جاو من المانيا كيتصاراو، ولكن البوليس غير ماشي جايين كيجيو يحكيو على البنات ولا الاحترام ديال الاتساع. ايوا بنادم شوف هناك لنا اللي بصراحة جوج ديال الهامبورغر، هامبورغر تبارك الله، والبطاطا اللي جبت معايا كلينا كلشي وبغينا عاد نزيدو عاد. صراحة هذاك الشيء كيعطي القامة ديال الماكلة، إلا خرجتي على برا كيعطي القامة ديال الماكلة. شوفوا البوليس، هادو هما البوليس غير كيمشيو ويجيو كيحديو البوليس ديال الماء. جبت هاديك الملطة ديال البرطا وجبت واحد هكذا الحيفة
ولادي جابوا معهم الالعاب ديالهم. يعني الصراحه فوجنا في هذيك البلاصه. هاد البلاصه معروفه في هولندا سميتها فيتورن، بزاف الناس كيجيو من عند هاد البلاصه. شوفوا بنتي جات معاها الأكلة من الملونة، هي بدات في دار ديال الرسم ولا شي حاجة باش يدوزو فيه الوقت والألعاب ديالهم. ورجلي أنا ورجلي كنتفرجو في ويسال وعالي، الصراحة كنتفرجو فيهم بزاف يوتيوبرز حتى هما ويسال وعالي. راجلي راه متكي على الحلفة ومتشامش مع راسو. صافي البنات ملي تفطرنا او تغدينا صافي، وجبت في العشيه جبت هكذا الشيبس للولاد والحلوى والكيك هكذا ولا شي حاجه، معايا الترمو ديال الماء والساشيه ديال الاتاي، يعني جيت مسلحه انا كل شيء جبته معايا. صافي البنات بغا يتعشى تغدينا وتعشينا تماك، غير مشينا للدار وصافي. شوفوا اتاي ولا كوكيز، هذيك الكوكيز كانت عندي محلوله في الدار، والكيك وال هذاك الشيء اللي كان عندي في الدار هزيته معايا. ولدي جاب معاه حتى الوساده ديالو تكى عليه، كيتكى عليها وكيلعب بيها. صافي البنات دابا كملنا صراحة تفوجنا تماك، جمعت كلشي وصافي جينا للدار. هادي نمشيو للدار نروحو صراحة. دابا 6 ديال العشية رجعنا للدار من الوحدة حتى الستة وحنا تماك، والله العظيم تشمشنا وفوجنا وتماك بحضرة كير بنادم ما يصدعك حد ما يهضر عندك حد، جلسنا ترونكيل تماك. ودابا غنمشيو للدار ان شاء الله غنريحو شويه.
صافي البنات دابا وصلنا للدار، بنادم غيمشي يرتاح شويه ونشوف واش غندير لهم الاولاد عاودي الليل دابا المغرب في الدار. شوفوا مشيت ودرت الكيكه، واحد الكيكه هكا ديال الشكلاط صراحه طلعت زوينه، ان شاء الله غنجربها معاكم.